له سنة موقف خدماته وجالس يطارد في المحاكم ليثبت أن هذا السند غير مستحق وأن هذا السند باطل. رح تطبع السند عشان أعطيكم صدمة ومفاجأة هذه القضية. الخطاب كان مكتوب هنا وفي توقيع وختم. الخصم استغل المسافة البيضاء اللي تحت التوقيع والختم وسجل فيها سند لأمر ب5,935,000. طبعا أنا خفيت معالم السند حفاظا على سرية المعلومات. لك أن تتخيل أن خصمنا استغل المسافة البيضاء تحت الختم والتوقيع وقدم هذا السند ضد موكلنا، وموكلنا أوقفت خدماته من سنة، وخسائره تتوالى يوما بعد يوم، وخسائره فادحة بالملايين، والآن لا زالت القضية قائمة لإثبات أن هذا السند باطل. مهما كانت المبررات، ومهما كانت الأساليب، ومهما كانت علاقتك بالشخص الآخر، لا توقع على بياض ولا تترك مسافة بيضاء تحت توقيعك أو فوق توقيعك ربما تستغل بشكل خاطئ من ضعاف النفوس. إذا وقعت هنا تقدر تسوي خط بهذا الشكل، وإذا وقعت هنا تقدر تسوي خط بهذا الشكل بين الكلام والتوقيع. لا تترك مسافة بيضاء.